مرحبا بكم مهاز كيتشن سيكريتس، ومحب الأكل يكون صحي سهل وسريع. اليوم بدي أعمل عجة الكوسة. عجة الكوسة طبعا بتذكرني ببيت ستي، بتذكرني بأمي، لأنه كان دايما لما في أكلة المحاشي نعرف دايما باللب تبع الكوسة حيكون إما حتعملنا تيتا أو ماما لب الكوسة أو في عجة. والعجة طبعا بعشقها كتير، بس حعملها بطريقة سهلة كتير، ما حستنى أعمل محاشي لأعملها. رح أستخدم كوسة والبشارة، رح أضيف ثوم مهروس والأعشاب العطرية. عندي بصل أخضر، بقدونس، كزبرة، وعندي نعناع أخضر. فيكن تحطوا كمان الجبن إذا بدكم، أي شيء. ما يقولوا فضوا البراد وحطوها بالعجة. رح أضيف كمون، فلفل أسود، ملح، بيض، عندي هون طحين القمح الكامل، فيكن تحطوا طحين أبيض إذا بدكم. في بعض الناس بيحطوا بيكنج باودر او بيكنج سودا، هذا بيخليه يكون شوي ينفش ويصير شوي هيك اسفنجي. انا ما بحب اضيف له، بس هذا شيء عائد لكم. فيكم تجربوا الطريقتين مع او بدون وقرروا اي اللي بتفضلوا. زيت الكانولا، لازم الزيت يكون حامي، ما تحطوا كتير بالمقلاية لانه ما بدنا درجة حرارة الزيت تنزل بشكل مفاجئ. تحطوه على ورق المطبخ لحتى يغب الزيت وبتعيدوا المرحلة. هي صاروا جاهزين، هي بتقدروا تاكلوها سخنة، تاكلوها باردة، تاكلوها بسندويشة لحال مع سلطة، على كيفكم مثل ما بدكم. شغلي واحدة بقلكم انه طيبة كتير. الأعشاب العطرية والبيض يعني خفيفة، جد خفيفة كتير، والكمون بجنن عن جد. جربوها، عملوها على طريقتي مع كل الأعشاب. شوفي عنكم أعشاب حطوا، جد ما بتندموا. بالصحة والهنا.